وأخيرا القرية. رأيتي؟ أخبرتك بأني لا أتي. هذا صحيح. سببت العاصفة أضرارا كبيرة. المكان هادئ جدا، أين اختفى الجميع؟ انظر إنها سنفورة. هي سنفورة. لما لونها شاحب؟ ليست هي وحدها. سفرونة، أرى أنك تضيعين وقتك بأزهارك. لمعلوماتك هذا وقتي وأنا حرة فيما أفعل فيه. أعتذر. سأريك يا قوي. قل إننا نحلم من أثر اصطدامنا القوي. ليت الأمر حلم. لنكتشف ما يحدث. هذه هدية لك يا مغرور. هذا ليس مضحكا. خبزت كعكة خصيصا لك. أدنى هنا. سأمزقك بأسناني يا قوي. ما الذي يحدث هنا؟ لا أعلم ما الذي أصاب السنافر في قريتنا يا زهرة. واثق بأن شرشبيل وراء ما يحدث. يجب أن نجد بابا سنفور. ربما أثر شرشبيل فيه أيضا. يا للسنفرة. إذن علينا أن نجد حلا بأنفسنا. بابا سنفور يقول دائما إن لم تعرف إجابة ما فسنفرها بالكتب. ولكن كيف سنصل إلى الكتب من غير أن يرانا البقية؟ سنندمج مع البقية. لم أفهم ما علاقة الدهان. منظرك مضحك. وشكلك أيضا. حان الوقت، استعدي. هيا يا زهرة، هيا بنا.